الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لتفسير المفصل من القرآن، وقد بلغنا سورة المنافقون، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 26 من صفر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر الثامن لعام 24 و2000. نعم، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حسبك. أقرأ سورة المنافقون. قال رحمه الله تعالى: من مقاصد السورة بيان حقيقة العنوان وشيء سورة المنافقون. نعم. قال: سورة المنافقون، وهي مدنية. طيب، يعني كنت راح تفوتنا فائدة سورة المنافقون وفائدة مدنية، صح؟ طيب، كيف يقال سورة المنافقون؟ ومعلوم بأن لو أردنا أن نعرب لقيل سورة المنافقين، مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع ذكر سالم، ليس كذلك؟ قال سورة المنافقين، فكيف يقال حتى في القرآن، حتى تجد في المصحف مكتوب سورة المنافقون، في الظهر سورة المنافقون؟ الجواب على هذا أن هذا يسمى على الحكاية، على الحكاية، وما يلفظ على الحكاية يبقى ملتزم لحركة واحدة، ما يتأثر بحسب موقع من الأعراب. فمثلا يقولون: كما لو سمى أحد ابنه زيد منطلق، جاء زيد منطلق، رأيت زيد منطلق، مررت بزيد منطلق، لأن اسمه هكذا، حكي هكذا. فإذا صارت السورة تحكى بهذا السماء المنافقون، فحينئذ نلفظها بلفظها بغض النظر عن ماذا؟ عن عامل الإعراب، فلو يؤثر فيها. ولو فتحت هكذا تجد إيش؟ سورة المؤمنون. لم إيش؟ لم يقال، لا يقال سورة المؤمنين، سورة المؤمنون، وهكذا سورة المنافقون. فمثل هذا يقال على الحكاية، على الحكاية. طيب، مدنية، عرفنا مرارا أن القرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. حتى لو كان في قرآن نزل في مكة، في مكة، لكن بعد الهجرة يسمى مدني، كقول تعالى في الحج، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا آخر حياته، قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. يقال هذه الآية مدنية، معناها نزلت في مكة، واضح؟ فإذا هو المكي والمدني المراد منه بهذا الاصطلاح ما كان قبل الهجرة يسمى مكي، وما كان بعد الهجرة يسمى
مدني، وتختلف يختلف القرآن المكي عن المدني بحيث أحكامه وقصر الصور طولها مواضيعها. ما تجد مثلا في آيات مكية الحديث عن المنافقين وهو موضوعنا، وإنما ظهر نفاق أين؟ المدينة، لما قوي الإسلام وبقي من لا يرغب بالإسلام يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لكن أصلا في مكة المسلم هو المستضعف، فلما يختار واحد الإسلام ويتظاهر بالكفر ما دام الكفر هو إيش؟ هو الأقوى، والكفار يضطهدون المسلمين. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في إلى المدينة وصار عنده دولة وشوكة وقوة وأصحاب، بقي من لا يرغب في الإسلام يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، وهذا هو النفاق. وعلى هذا لو أردنا أن نعرف النفاق نقول هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهذا أدق من لو قيل إظهار الإسلام وإبطان الكفر. لماذا؟ لأن إذا قلنا إظهار الخير وإبطان الشر يشمل النفاق الأصغر والأكبر، يعني ينطبق هذا التعريف على حتى النفاق الأصغر. كان يظهر الإنسان مثلا أنه صادق أو أنه أمين أو أنه وفي بالعهد والميثاق وهو في باطنه خلاف ذلك، فيكون عنده نفاق عملي، نفاق أصغر ويسمى نفاق. فالأحسن يقال النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. نعم. من مقاصد هذه السورة؟ قال من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. طبعا ليس كل البيان، كما معلوم أن الله عز وجل فضحهم في أي سورة حتى سمي سورة الفاضحة، سورة التوبة. يعني الحديث هناك في سورة التوبة أيضا مفصل عن المنافقين، وذكر من الله أيضا يعني في سور أخرى في الأحزاب وغيرها في سورة النساء. لكن هذه مطلع السورة أو تقريبا جل السورة، جل السورة عن الحديث عن المنافقين. نعم. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. قال إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا والله يعلم إنك لرسوله حقا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسول الله. نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بما أنهم كاذبون بشهادتهم إذن قوله نشهد هذا مجرد قول باللسان، يعني يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فيتظاهرون باللسان نشهد إنك رسول الله إنك لرسول الله، لكن هذا بأفواههم وبألسنتهم ما يقولونه ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون، جاء مجلسك أيها الرسول بعض المنافقين وقالوا نشهد إنك لرسول الله. طبعا هنا الشهادة الأصل فيها أن تكون يعني إقرار على علم، لكن هم وإن أقروا بأن رسول الله حقا هو رسول لكن لا يتبعونه ولا يؤمنون بما جاء به، ولذلك ربنا جل وعلا يقول إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عارفين أنها رسول الله حقا لا يكذب على الناس فضلا يكذب على الله، لكن لما كانوا كاذبين بهذه الشهادة غير متبعين لرسول صلى الله عليه وسلم ولا مؤمنين بالله صارت شهادة مجرد كلمة باللسان لا ينطبق لا تطابق ما في القلب، فلذلك أكذبهم الله عز وجل. لكن لاحظوا هنا ماذا قال جل وعلا، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يشهدون بألسنتهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم، قال جل وعلا والله يعلم إنك لرسوله. ماذا تسمى هذه الجملة؟ جملة معترضة ها؟ وهي الجملة ما بين الجملتين يراد منها بيان شيء معين أو احتراز من شيء معين، وهذا مشهور جدا في كلمة صلى الله عليه وسلم،
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، يقول كذا وكذا، فلاحظنا صلى الله عليه وسلم جملة معترضة. وذاك في الترقيم الحديث ماذا يفعلون الجملة المعترضة؟ يضعونها بين الشحطتين، شحطة هنا وشحطة هنا، يعني دليل هذه الجملة معترضة. فهنا ما المناسبة أن ربنا جل وعلا يدخل هذه الجملة المعترضة اللي هي والله يعلم إنك لرسوله؟ لأن الله قال بعدها والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، احترازا من قد يفهم البعض بأن الكذب كون الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. هم ماذا قالوا؟ قال إنك لرسول الله. هذه الجملة محمد رسول الله حق ولا باطل؟ صدق ولا كذب؟ لكن شهادة المنافقين بها هي الكذب، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا رسول. تبهتم؟ فحتى لا يتوهم أحد، يعني القارئ أو السامع، بأن من الكذب أن محمد رسول الله. لا، محمد رسول الله حق، وإنما هم كذبوا بشهادتهم أن محمد رسول الله، إذ قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيكون المعنى هكذا: إذا جاءك المنافق قال نشهد إنك رسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كاذبون بشهادتهم غير صادقين، إن نطقوا بها فإنهم ينطقون بألسنتهم ويخالفون ذلك، ويخالفون ذلك. أين يا إخوان؟ في قلوبهم. وضحت الآن؟ هذه معنى إيش؟ جملة اعتراضية، حتى لا يتوهم متوهم بأن الله عز وجل بأن محمد رسول الله كذب. لا، محمد رسول الله حق، الله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول: إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا، والله يعلم إنك رسول الله لرسول حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله، وفي الحقيقة هم قالوا ذاك بألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم. قول جل وعلا والله يشهد، والله جل وعلا وكفى بالله شهيدا، شهادته الحق، إن المنافقين لكاذب. هل يشهد الله؟ نعم يشهد، كما في هذه الشهادة: وكفى بالله شهيدا، شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله يشهد. إن المنافقين لكاذبون، إن للتوكيد، وقول لكاذبون اللام مزحلقة للتوكيد، فأكد الله عز وجل مرتين أنهم إيش؟ كاذبون بشهادتهم أن محمد رسول الله، وإن كان محمد رسول الله حقا هو رسول الله. طيب، قال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. نعم. قال: جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان. نعم، جعلوا أيمانهم، اتخذوا أيمانهم، يعني استعملوا أيمانهم وجعلوها. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف، يحلفون بالله كذبا وباطلا، وهذا معلوم من آية المنافقين: إذا حدث كذب، ولا يهمه أن يكذب ويقسم بالله على الكذب أيضا، وهو يعلم من نفسه أنه كاذب، فلذلك يستعملون ويجعلون حلفهم بالله أيمانهم جنة، يعني وقاية لهم من عذاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من قتالهم إياهم. الجنة الوقاية، كما في الحديث: الصوم جنة، يعني الصوم يقي الإنسان المعاصي والفسق والفجور، لأنه صائم محافظ على الصيام، فالصوم جنة. فهكذا هؤلاء اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية معنوية، ليست وقاية ماذا؟ حسية، حتى يستغلوا أفعالهم الشنيعة القبيحة، ويصدوا عن سبيل الله. وكيف يكون صدهم عن سبيل الله؟ بما يأتون به من أفعال وأقوال، من أقوالهم التشكيك، يشككون، يقول: محمد يعدنا كنوز فارس والروم أو قيصر
وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته يعني من شدة الخوف يوم الأحزاب. يقول لو كان رسول الله حقا لنصره الله، شيئتين الخوف، هذا كله تشكيك. وأيضا يشككون، يصدون عن سبيل الله بأفعالهم، فتجدهم ينهزمون عن جيش المسلمين إضعافا لجيش المسلمين، ويتعذرون عن المشاركة في الجهاد بأساليب، وقد تكون الأساليب يا إخوان متجددة ومتطورة، لأن إلى يومنا هذا في منافقون ولا لا؟ في كثر. بأي صورة استطاعوا أن يصدوا عن سبيل الله، بالأقوال، بالأفعال، بالشكوك، بالظنون، أي شيء يستعملونه حتى يصدوا الناس عن سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ طريقه المستقيم الذي شرعه لعباده. فهم يشككون الناس، يشككون المسلمين، بل حتى أنهم يصدون غير المسلمين عن أن يدخلوا في الإسلام، ومع ذلك هم يحلفون بالله ويقسمون أيمانا مغلظة إنهم لمعكم، إننا صادقون، إننا محبون، أننا نشهد رسول الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. نعم، جنة يعني سترة ووقاية. نعم، قال سترة ووقاية لهم من القتل والأسر. من يقتلهم؟ من يأسرهم؟ لو كانوا كفار صريحين فقد أمر المسلمون بقتالهم، لكن ماذا يفعلون؟ يتظاهرون بالإسلام حتى يتقوا القتل والأسر. نعم، قال وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف. التشكيك والإرجاف، نعم، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة. وصفهم الله عز وجل، وصف أعمالهم، قال إنهم ساء ما كانوا يعملون، أعمالهم سيئة قبيحة، وذلك بأنهم يصدون الناس عن الهدى، يصدون الناس عن سبيل الله بالتشكيك والإرجاف بالأفعال والأقوال، نعوذ بالله من شرهم. نعم، قال جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم. ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. أيهما أقبح؟ الكافر الذي لم يدخل الإسلام أصلا، أو الذي يدخل الكافر الذي يدخل الإسلام ثم يرتد؟ هذا أقبح وعذاب أشد، المرتد. لماذا؟ يعني على الأقل هذا أسلم وكفر، ذاك ما أسلم، كافر منذ أن ولد، أبواه يهودانه أو يصنعه ومجلسانه، ما دخل الإسلام، لكن هذا على الأقل دخل الإسلام وجلس له كم سنة بعدين ارتد. أيهما شد وأقبح؟ أيهما شد عذابا وأقبح فعلا؟ المرتد ولا الكافر الذي لم يدخل الإسلام؟ مرتد. المرتد دخل الإسلام، كيف أشد؟ كونه ذاق الإسلام وعرف محاسنه وعرف فضائله وعاش بين المسلمين ثم يرتد، هذا أقبح بكثير مما أصلا ما دخل الإسلام ولا عرف فضله ولا ذاق الإيمان. ولذلك نظيره هذا، قد يكون نظيره، اجتهاد مني هكذا ما أدري، أيهما أشد قبحا وعقوبة، الزاني المحصن أو غير المحصن؟ المحصن. ماذا عقوبته؟ الرجم، لأن هذا ذاق الحلال وعرف الطريق الزواج والنكاح، يذهب ويزني، هذا أشد من حال ذاك الأعزب الذي أصلا ما تزوج. نعمة الله على عباده الزواج، وقد أكرمك الله بزوجة ومع ذاك يذهب ويرجع إلى الزنا، فهذا أقبح. فهؤلاء المنافقون دخلوا الإسلام وإن كان هذا الدخول على ضعف، لأن الله وصفهم بأنهم إيش؟ آمنوا، وإن كان هذا الإيمان ضعيف، آمنوا بالظاهر، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم بدليل أنهم ارتدوا، آمنوا ثم كفروا. ثم كفروا.
وحال الذي يؤمن ثم يكفر والعياذ بالله إن لم يتدارك الله برحمته ماذا يحصل له؟ يزداد كفرا. يعني الكافر الذي لم يدخل الإسلام كافر، لكن أشد منه كفرا الكافر الذي دخل الإسلام ثم ارتد وعاد الكفر. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر الله لهم. فهذا حالهم السيء والعياذ بالله. فذكر ربنا يقول جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فعاقبهم الله بأشد العقوبة وهي فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم يعني ختم عليها بحيث لا يهتدوا أبدا حتى إذا سمعوا الهدى لا يبلغ قلوبهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أمام الحق لا يرى. وهذا أسوأ حالا ممن أصلا لا يرى. يعني لو أن رجلا أعمى وقع في حفرة هل يلام على ذلك؟ ها؟ لكن واحد مبصر ويقع في الحفرة هذا أسوأ حالا. واحد أصم أصلا ما يسمع، واحد يسمع الآيات والأحاديث والموعظ ولا ينزجر ولا يستفيد ولا ينتفع، فهذا يلام أكثر ممن أصلا لا يسمع. لكن هنا في عقوبة أنهم هم أصلا كانوا يكرهون السماع، كانوا يعرضون على الإيمان، كانت تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله، كانوا يزعمون أن في آذاننا وقر ثقل ما نسمع زين، يقولون إيش عن قلوب أنهم قلوبهم فيه أكن عليها غلاف. يا أخي ما هو بيدي، قلبي عليه غلاف وسمعي ما أسمع. لما ادعوا هذا الدعاء هذا الدعوة الكاذبة ماذا بما عاقبهم الله عز وجل؟ غلف قلوبهم ختم على قلوبهم وأصم آذانهم وأعمى أبصارهم فهم لا يبصرون. يعني كل كفار كلهم عميان والمنافقين كلهم عميان؟ لا، لا يبصرون. قال أهل العلم منهم الكثير قال أنهم يبصرون فلا ينتفعون من أبصارهم. فهؤلاء أسوأ حالا أصلا ممن أصلا لا يبصر، نسأل الله العافية. لذلك لفعلهم هذا أنهم آمنوا ثم كفروا طبع الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم فهم لا يفقهون بسبب ما ختم الله عز وجل على قلوبهم. نعم، ذلك بسبب أنهم آمنوا، ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم ثم كفروا بالله سرا. كفروا بالله سرا لماذا؟ لأنه منافقون. عرفنا بأن المنافق ماذا يفعل؟ يظهر الخير ويبطن الشر. أصل لو أظهر كفره لكان كافر مرتدا قتلوه، لكنه إيش؟ كافر في قلبه مظهرا للإسلام في علانية فكفره سرا. نعم، فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. نعوذ بالله. نعم، وقال جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم، قال وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم. وإذا رأيتهم الخطاب لمن؟ من نزل عليه القرآن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المفسر ماذا يقول؟ يقول إذا رأيتهم أيها الناظر، فمثل هذا ماذا يقال؟ يقال هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلح لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب. فهو إذن لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولغيره لمن يصلح أن يوجه له الخطاب. وهذا كثير في كتاب الله، لما يقول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، هذه وصية الله لنبي اتق الله، ألا ينطبق لغير النبي صلى الله عليه وسلم يتق الله؟ بلى. فالآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أهل التفسير هي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح أن يوجه له الخطاب. وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك
أقرأ. قال وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما طيب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. في هذه الآية ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وجه ذلك كونه عليه الصلاة والسلام يعجب بأجسامهم وأشكالهم زينة، ها شكل ما يوحي أن هذا رجل كذاب ولا أنه منافق، وأقوالهم أيضا أقوال حسنة يظهرون ماذا؟ الإسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، وإنما يعامل الناس على ظواهرهم، فهم كأجسام أشكال كلام ومنطق، إنهم يعني يصففون الكلام ويتكون بك حسن ويقسمون بالله على أنهم صادقون، ها تأخذ إيمانهم جنة، فليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يعاملهم بالظاهر، ما يعلم الغيب إلا الله. لكن الله عز وجل فضحهم وقال بأنه ليسوا على كل حال إذا أجسامهم جميلة ومعتنين فيها بأشكالهم بثيابهم بروائحهم وأنهم يقول الكلام الحسن المنمق المصفف المرتب، لكنهم كأنهم خشب مسندة. نعم. وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيهم من الجبن، هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله، كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. هنا يقول الله عز وجل وإذا رأيتم أيها الرسول أو أيها الناظر، كل ما يصلح له الخطاب، تعجبك هيئاتهم وأشكالهم أجسامهم لما فيها من النضارة والنعيم والعناية بالجسد والشكل واللون واللباس، ويتكلم تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة والمنطق وتصفيف الكلام، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة. التشبيه هنا بليغ، يعني واحدهم كأنه مثل الباب هذا يواقف يفهم شيء، الشكل الباب مزخرف ومنمق محترم نفسه وشباب ما شاء الله، لكنه ماذا؟ لا يفهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويتكلم بالنور والهدى والمواعظ، الوحي ينزل عليه، وهؤلاء وجها لوجه في مجلسه ومعك لا ينتفعون، لأن الله قد عيش ختم على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فهم على أشكالهم وأجسامهم وألوانهم، غير أنهم لا يهتدون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون ولا يفقهون، قد حرم من ذاك كل لسوء نياتهم. فإذا قال جل وعلا كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يعني لخلوها من الفهم رب العالمين إيش نفع عنهم؟ أن يفقهوا شيئا. قال لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن. أي صوت؟ قالوا كما لو سمعوا صوت رجل ينشد ضالة. هم دائما في ريب، يظنهم مقصودون، يظنهم قد اكتشف أمرهم، قد اكتشف أمرهم. فإذا سمعوا رجل ينشد ضالة، كيف ينشد ضالة؟ يعني يقول من رأى بعيرا أيها الناس، من رأى شاة، ينشد ينادي. إذا سمعوا الصوت ظنوا هم مقصودون بذلك لما في قلوبهم من ضعف وخور وجبن. فأي صوت؟ قال ها كشفنا. أقول نظير هذا في عصر الحديث، ها كما لو واحد مثلا يعمل خطأ مخالفة مرورية ولا يسرق ولا شيء، فجأة سمع صوت أسعاف ولا نجدة ولا دورية،
ها ظن ايش؟ ظن هو المقصود، هو اكتشفوه. وقد تكون هذه الدورية ماشية في طريق آخر ما لها علاقة. ها هذا صارت مع الشباب اللي ما عندهم رخصة قيادة، قال ماشي مرت دورية، قال ها لا الظاهر يقصدني، ها هؤلاء هكذا إذا سمعوا صوتا، أي صوت؟ قالوا كمن ينشد ضالة، ظنوا إيش؟ قد فضحوا وقد اكتشف أمرهم، فحالتهم مزرية والعياذ بالله. قال يحسبون كل صيحة، أي صيحة، أي نداء، يظنون إيش؟ هم مقصودون، قد كشف أمرهم، قد فضحوا. هكذا وصفهم الله عز وجل. قال يحسبون كل صيحة عليهم، هم المقصودون فيها، ففيه قلوبهم خور وضعف وجبن، هم العدو، هم العدو. إن هذه الجملة تعريفية، هم بعيونهم هؤلاء الأعداء الحقيقيون الكمل في عداوتهم، فاحذرهم يعني يا رسول الله، واحذرهم أيضا. هذا خطاب لكل من يصلح أن يوجه له الخطاب. يقول هنا في المفسر، يقول يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن، هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدا. لعنهم الله. ما المناسبة المفسر هنا يقول لعنهم الله؟ لأن لعنهم الله هي تفسير ماذا يا أخوان؟ قوله جل وعلا قاتلهم الله، قاتلهم الله لها معاني، من معانيها لعنهم الله. إذا قيل قاتله الله يعني لعنه الله، تبهتم؟ ولذلك لا تستعملها في حق مسلم، لا تخاطب أحدا تقول قاتلك الله، يعني جملة من الجمل حافظها وتستعملها، الأمر خطير. لأن إذا كان معناها قاتلهم الله أو قاتلك الله يعني لعنك الله، فالأمر في غاية الخطورة إذا وجه اللعن إلى غير مستحقه. ومن أشد ما ورد وثبت لم يرد فحسب، ثبت في الوعيد في حق اللاعنين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لعن المؤمن كقتله. ومعلوم إيش؟ أن القتل من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجرا وتحذيرا ونصيحة لكل مسلم أن لا يبادر باللعن، فقال بأن لعن المؤمن كقتله، أمر خطير. وبعض الناس اليوم وقبل اليوم وربما بعد اليوم يتهاون جدا في اللعن، حتى منهم من يلعن أولاده، ومنهم من يقول لولده لعنة الله على والديك وهو والده، ومنهم من يمدح فيلعن، منهم المعجب فيلعن، معجب فيه من سرعته من قوته. فلعن والدين، شوف والله ذكي، لعنة الله عليه، غلط غلط كبير. لا تلعن حتى دابة ولا جمادا، لا تلعن سيارتك، لا تلعن بيتك، فإن إيش؟ اللعن هي الطرد من رحمة الله عز وجل، وهي دعاء، هي ليس خبر. لعنه الله يعني إيش؟ يعني إنه ملعون، وإنما معنى لعنه الله يعني اللهم العنه. فقد توافق ساعة استجابة فيستجاب لك في لعن أخيك أو لعن ولدك. دائما عود نفسك على الكلام الطيب، الكلام الطيب. يمكن المسلم أن يلعن من لعن الله ورسوله، لكن على سبيل ماذا؟ التعيين ولا التعميم؟ تعميم. لعن الله الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النامصة المتنمصة، لعن الله أكل الربا وموكل وكاتبيه. هذا يختلف أحاديث، حتى بعضهم بوب له وقال أحاديث اللعن، يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعنة لعنة لعنة كثيرة، لكن ليست على ماذا؟ على سبيل التعيين، وإنما على سبيل من يتصل بذاك الوصف على العموم. واضح؟ فإذا قال هنا في التفسير قال لعنهم الله، من أين أخذ لعنهم الله؟ ليس في الآية لعنهم الله، في الآية ماذا؟
قاتلهم الله، ومن معاني قاتل الله يعني لعنهم الله. طيب لو لعن أحد مسلما لا يستحق اللعن، فما الذي يحدث؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا هذا الدعاء باللعن على من يستحق اللعن، وإلا رجعت ما مستحق هذا أن يلعن، رجعت حارت على من صدرت منه والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا. إذن هؤلاء قال الله عز وجل قاتلهم الله أي لعنهم الله أنى يؤفكون. أن هذه إيش اللفظ هذا يدل على ماذا؟ استبعاد الشيء. أن لك ذلك، أن يفهم وهو كذا وكذا، أن يربح، أن نستفيد وفي مع الإزعاج، أن نسلم مع مثلا الاستعجال. تبهتم كلمة الاستبعاد؟ أن يؤفكون أي كيف يصرفون، كيف يعني هذا استفهام الاستنكار، يصرفون على الإيمان مع وضوح دلائله، أنهم قد ختم على قلوبهم، فلذلك مع وضوح الإيمان هم لا يستفيدون ولا ينتفعون. قال مع وضوح دلائله وجلاء براهينه. العجيب يعني يبين لنا مدى ختم الله على قلوب هؤلاء أنهم يجالسون من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقصه شيء من وسائل الإقناع، علم، حلم، بصيرة، صدق، إخلاص في النصيحة، وحي ينزل عليه، تاريخ ناصع، وجهه كالقمر، رشحه أطيب من المسك، يده أنعم من الحرير والديباج. يعني واحد أحيانا ممكن فلان من الناس ما يسمع منه، كل هذا متى تدين أصلا هذا بعد ما شبع من الخمور ها تاريخه أصلا هذا كذاب، ما عارف أنا كذاب، هذا متى هذا معاي من المدرسة كسلان مش فاهم، هذا أسلوبه شوي عصبي، وجهه ممكن يطلع العشرين عذر فيش إيش الناصح حتى لا يسمع منه. وقد يكون في فعلا هذا الشخص الناصح فيه أشياء من النقائص التي تجعل الناس ما تقبل منه، متعجل، كلامه ركيك، أمثلته وقحة، في ناس وقح بالأمثلة بالكذا، ويتكلم يشتم ولا يزجر على غير وضع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان كمله الله بجميع الكمال البشري، لا من تاريخ ولا من شكل ولا من رائحة ولا من أسلوب ولا من الصدق، ما ترك الشيء من الصدق والنصيحة والأمانة والشفقة والعلم والهدى والنور. القرآن ينزل عليه والملائكة تؤيده، والتاريخ ناصع، والفصاحة والبيان والكلام، ومع هذا كله اللي أمامه ما في مجلسه لا ينتفع ولا يستفيد، بينما يختار الله من عباده من بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرون، لا هو في عصره ولا هو في مصره ولا راه حتى في المنام، ومع ذلك يجعل الله في قلبي الهداية وحب الإيمان وكره الكفر والفسوق والعصيان، وحب للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لكلام رسول الله. ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده. وإلا هؤلاء والله أمرهم عجب في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جميع وسائل الإقناع، ومع ذلك لا يقتنعون بكلامه ولا يسلك الهدى قلوبهم ولا ينتفعون. إذا تلا عليهم آيات الله عز وجل زادهم نفورا، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، نسأل الله العافية. يعني هذه درجة بلغوها مبلغا من الضلال، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستفيدون لا من آيات ولا من مواعظ ولا من نصيحة ولا من توجيه، نعوذ بالله من سوء الحال. فذاك ربنا جل وعلا يقول إيش؟ عجب، تعجب من أمر هؤلاء مع وضوح الإيمان ودلال الإيمان وجلال البراهين، ومع ذلك لا يهتدون. قال قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال جل وعلا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لا إله إلا الله. ماذا قال؟
قال: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، عطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له. والله هذا أعجب من العجبنة ذاته. من يحصل له هذا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر له. صلى الله الرسول يستغفر له. هذا لو أن أحدا منا ظفر بأن رجلا صالحا يدعو له لفرح بذلك. ها؟ فكيف النبي عليه الصلاة والسلام ويقال تعالوا يستغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو رؤوسهم صدوا واستكبروا كأنهم يستغنون عن إيش؟ عن مغفرة الله عز وجل وعن دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. هذا حرمان، هذا حرمان. فحصل لهم ما لم يحصل حتى لسائر المسلمين. لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة، حتى هناك من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم على أيدي الصحابة. بعض توجه للرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ المدينة إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فاته ماذا؟ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، وهؤلاء جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن يعني المسلمين اللي ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في مجلسه ويقال لهم تعالوا حتى يستغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتذروا واستغفروا ويستغفر لكم الرسول. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لكن هؤلاء محرومون، تجدهم ماذا؟ يصدون عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم بل ليس كأنهم بل هم في أنفسهم مستغنون عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا في يعني هذا حال في غاية السوء، نسأل الله العافية. طيب، قال: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة، هو يستغفر لكم لذنوبكم، عطفوا رؤوسهم لووا رؤوسهم استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به. أمروا بماذا؟ أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتذرون فيستغفر الله فيغفر، يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيغفر الله لهم. السبب قال: رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. الاستكبار، فاستكبروا عن قبول الحق والإذعان له، استكبروا والعياذ بالله. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من جميل ما سمعت من بعض الخطباء يتكلم عن مسألة يغفل عنها كثير من الناس، كثير كثير، وهو الجلوس بعد الصلاة. اجلس، صليت، لا تبادر، لا تسارع فتنصرف، اجلس. ماذا يحدث لك لو جلست؟ تستغفر لك من؟ ملائكة. ملائكة يستغفرون لك لمجرد جلوسك، يقول اللهم اغفر له والله مرحمه ما لم يحدث. ومع ذلك بعض الناس ربما لا يكاد يكمل التسليم الثاني إلا هو انطلق. لا ذكر لله ولا جلوس وكأنه مستغني. فيقول هذا الخطيب، سمعته عجبتني، قال: لو قيل لك العالم الفلاني الرجل الصالح الفلاني يدعو الله لك ويستغفر لك لفرحت بذلك. طيب كيف ملائكة وكل صلاة إذا جلست في مصلاك الذي صليت فيه تستغفر لك وتدعو الله لك؟ لكن عن هذا نحن إيش غافلون. حتى اللي يعرف الحديث واللي طبقه أحيانا في ناس ما يطبق ولا يعمل به، وذاك ذكرها العلم فقالوا هذا من أعظم الفضائل التي يحرم منها الناس وهم عنها غافلون. تصلي واجلس يا أخي دقائق، وقل التسبيحات المشروعة. لو قلت سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، كم المجموع؟ فتلك 99، فأتمه بالمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، غفرت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. هذا إذا أنت قلت الأذكار. فكيف هو الملائكة؟ شوف جمعت بين إيش؟ أنت تقول الأذكار
والملائكة تستغفر لك. هذا يعني من 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 أعظم الفضائل حقيقة. لا سيما أنت إيش من صرف من صلاة، إيش تسميها الصلاة؟ فيها تكبير، فيها قيام، فيها تلاوة قرآن، فيها ركوع، فيها اعتدال، فيها سجود، فيها جلوس بين سجدتين، فيها التحيات، تعظيم الله عز وجل، فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذه القربات اللي تقوم بها تجلس التشهد، من أعظم مواضع الدعاء في الصلاة الجلوس إيش قبل السلام، هذه الجلسة، لأنك أتيت بطاعات مقدمات هي وسيلة لأن يغفر الله لك، لأن يقبل دعائك. قمت بين متطهرا متوجها، قمت بين يدي الله مكبرا تايل القرآن، راكع معتدل ساجد جالس ساجد، قرأت وسبحت وهللت وكبرت، ثم تقرأ التحيات وهي تعظيم الله عز وجل، الصلوات الطيبات يستحقها الله عز وجل، ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقرأ الصلاة الإبراهيمية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه وسائل مقدمات وسيلة لأن يقبل دعائك. فلما تستعجل وتسلم؟ موضع الدعاء. فادعو الله عز وجل، استعذ بالله من أربع، قل اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، واشرع أن تقول أعوذ بك من المأثم والمغرم، الديون والآثام. وتدعو الله عز وجل منها دبر كل صلاة، تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تدعو كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقول في صلاة ماذا؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما الملاحظ في هذا الدعاء؟ موضوعه شوف مكانه، يعني زمانه ومكان متى؟ بعد هذا الكم من العبادات، طهارة وصلاة بقيامها وركوعها وسجودها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هيئك. هذا لو فعلته مع مخلوق، أعطيت المقدمات الجميلة هذه ثم طلبته، يعطيك ولا ما يعطيك؟ ها؟ يعطيك ولا ما يعطيك؟ والله أنت ولد فلان وجزاك الله خير، ذاك يوم أعطيتنا وما قصرت، الله يستر عليك، ها وكذا، وفكيت أعطيك مقدمات وكذا وكذا، مبتسم بوجهك ويدعو لك أدعية طيبة، يقول والله محتاج عاد هالمرة بعد مثل ما عودتني الله. المقدمة هذه حتى لو ما كنت تعطيه هالمقدمة الجميلة خليه، صح ولا لا؟ رب العالمين إذا توسلت إليه بالصلاة وأحكامها من الطهارة حتى تجلس الجلوس الأخير وقرأت التحيات وعظمت الله وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، والآن عندك الفترة هذه اليسيرة، ادعو الله. بالله عليكم كم واحد يستعجل من المسلمين من المصلين، اترك الغير الذي لا يصلون، يستعجل ويسلم ولا يدعو الله، صح ولا؟ كثير جدا، ما شو ولا ما شاء الله برق، ها؟ هذا موضوع عظيم جدا للدعاء، من مواضع الدعاء. طيب ثم اذا صلت من صلاة اجلس استغفر الله ثلاثا، وقل اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال الكرام، قول الأذكار المشروعة، اقرأ آية الكرسي، فإن هذا من أعظم المواضع التي يرجى المسلم إذا حافظ عليها أن يغفر الله له، واضح، وأن يستجيب الدعاء. ربنا يقول سواء عليهم أستغفرتهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. قال يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم. هؤلاء لا يستحقون المغفرة، حتى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، لأنهم أصلا ماذا؟ صدوا، لووا رؤوسهم واستكبروا، واضح من حالهم أنهم مستغنون عن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يسلي نبيه ويقول هؤلاء ما ينفع معهم الاستغفار، لو استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم أصلا الله عز وجل لا يغفر لهم، واضح؟ نعم. قال لن يغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين استمروا على الفسق وأصروا عليه،
خرجوا عن طاعة الله فذاك هم غير يعني غير أهل للمغفرة لأن يغفر الله لهم. فيسلي رسوله يقول سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أصلا إيش لن يغفر الله لهم لأنهم اختاروا الفسق وأصروا عليه فذلك حرمهم الله عز وجل من المغفرة. نكتب القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.